أجنبية موجودة، يعني لندن أصلها عاصمة مهمة، كان في يعني أجواء ناس بتغطي يعني خارج النطاق المصري، هل كان في يعني ناس بتغطي هذا الحدث موجودين في الشارع بجانب السفارة مثلا أو في السفارة نفسها؟ طبعا جوه السفاره ممنوع، انما هم سمحوا محطه معينه انها تخش تصور، انما كان في محطات كثيره جدا تلفزيونيه واذاعيه وصحف، وخدوا احاديث من كل الناس، حتى الكثيره جت بس وقفت بعيد، ما عملوش لقاءات، انما كانوا يعني كويس اللي هم صوروا اللي حصل النهارده قدام السفاره. الله اعلم هيزعوها ولا لا، لان حاجه ما شرفهمش. والله مش مهم يزعوا او ما يزعوش، يعني المصريين مكملين ومكملين بحقهم الدستوري اللي ادهالهم القانون في حق التصويت. دكتور مصطفى رجب، بنشكر حضرتك جدا من لندن.